ايه هو اركان جريمة الايذاء؟ اول حاجة زي اي جريمة في الدنيا في ركن مادي وركن معنوي. اول حاجة الركن المادي. الركن المادي لجريمة الايذاء يقوم على اساس السلوك الذي يؤتيه الفاعل، السلوك الاجرامي، وهو السلوك في جريمة الايذاء اللي زي ما قلنا يتمثل في الجرح او الضرب او الايذاء بصفة عامة، يعني تأذي الجسم باي حاجة ويكون نتيجته اثر خارجي على الجسم، احمرار في الجلد، تورم، انتفاخ، او اي اثار في جسم المبني عليه نتيجة الفعل الذي قام به الجاني. ايا كان بقى، سواء كان هذا الاثر ظاهر او غير ظاهر. احنا معانا مداخلة بسيطة وهكمل معاكم. الاستاذ احمد من اسكندرية، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا انا سعيد جدا بحضرتك بالبرنامج الجميل اللي حضرتك بتعمله. الله يكرمك. وده شرف لي يا فندم ان انا اشترك اول مرة في البرنامج بتاعكم. لا تحت امرك. بتاعتكم. انا ليه بس بعد اذن حضرتك رأيي، واتمنى ان حضرتك يسيح صدر حضرتك انك تسمعني. الصوت شوية معلش، اعلي الصوت شوية بعد اذنك. انا ليه حضرتك رأيي بس، واتمنى ان حضرتك يعني يكون عند حضرتك ساعة صدر انك تقبله مني. يا فندم اتفضل. اولا يا فندم انا بتمنى من الله ولا يكتر على الله ان القانون المصري يجرم حرمة ان الجسد بتاع الانسان يكون ليه حرمته، وان اي دكتور يفكر ياخد حاجة من جسم انسان ان هو يكون عقابه شديد. طبعا مش العقاب بس ما بيكونش بالنقابة وبنقابة الاطباء، لكن العقاب يكون جنائي. لا ما احنا بنتكلم اهو في الجنائي. اتفضل اتفضل. يعني بمعنى ان هو مثلا العقاب ما يكونش مثلا بوجوده مثلا ان هو يتعاقب عن طريق نقابة الاطباء، لكن يتعاقب ايضا عن طريق الجنائي المحكمة ويشددوا الاحكام عليهم. اتفضل. في اماكن كتيرة قوي بموضوع بيع الكلى وبيع اجزاء الكلى والحاجات دي، الحاجات اللي زي دي. ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده. خلاص حضرتك اتكلمت خلصت. انا شكرا يا فندم. انا الله يكرمك يا استاذ احمد. لا تحت امرك. انا بس هضيف حاجة على تعقيبا على المداخلة التليفونية بتاعت استاذ احمد. القانون جرم وحرم جسم الانسان. احنا ما بنتكلمش دلوقتي على جريمة بيع اعضاء الاعضاء البشرية، دي جريمة في القانون ولها مادة اخرى واحنا هنسيبها في حلقة اخرى. احنا بنتكلم دلوقتي على لو ما باعش حاجة، ما باعش عضو من اعضاء الجسم لكن اذى الجسم، اذى الشخص، هو ده اللي بنتكلم عليه. لكن جريمة التجار في الاعضاء البشرية جريمة مجرمة ودي جناية. هنكمل كلامنا. يبقى احنا عندنا دلوقتي الاثر اللي بيتركه الفعل الايذاء سواء ظاهر او غير ظاهر، ولا فرق في القانون ان يرتكب الجاني الفعل بتاعه، فعل الضرب او الجرح بنفسه مباشرة او ان يرتكبه بطريقة غير مباشرة. زي ايه؟ واحد مثلا يحرض او يحرش يعني شخص بحيوان زي الكلب، يعني واحد زي ما بيقولوا كده هيمشك عليه، يعني واحد عنده كلب ومعاه خصمه بيتخانق مع واحد ولا بتاع، يقوم قايل للكلب ايه اهجم عليه ولا همشك عليه ولا زي ما بيقولوا، ده يعاقب. او يمسك حجر ويرميه بيه. العبرة هنا بالقصد مش بالوسيلة ولا بالطريقة، العبرة بقصده ايه. وده اللي ممكن نستخرجه من استعمال المشرع لمصطلح الايذاء، مصطلح عام وشامل وما اختصرش على جعل الركن المادي لجريمة مرتبط لا بجرح ولا بضرب فقط، لا عمله عمومي. مصطلح الايذاء يعتبر اكثر شمولا من الضرب والجرح.
ويشمل كل اعتداء على سلامة جسم المجني عليه ايا كان او حواسه العقلية، زي مثلا واحد يقوم بتوجيه اشعة معينة على الشخص الاخر على المجني عليه، هي صحيح ممكن ما تصيبش سلامته الجسدية، ما تأثرش فيه في جسمه من بره وما نشوفش حاجة، لكن ممكن تصيب جهازه العصبي، يحصل له شلل، يحصل له عطب في احد الاعصاب، او ممكن حاجة تاني يديله مواد ضارة بالصحة ايا كانت، سم، حاجات تتأثر فيه مع الوقت تأذيه وتأذي صحته، بشرط طبعا لو اداله حاجات صحية يعني حاجات ادوية او كيماويات ولا حاجة ما يكونش واخدها، يعني دكتور قال له خد اديله هذا العلاج حباية الصبح وحباية ظهر وحباية بالليل، لكن لو عطاله 4 حبات الصبح و4 حبات بالليل، ما هو ده كده مش علاج، ده كده بيضره، تتحقق جريمة الإزاء. وعلى فكرة الركن المادي لجريمة الإزاء مش مرتبط بالوسائل اللي احنا ذكرناها، لا لا، الركن المادي يكون قائم ايا كان اللي حصل، الركن المادي يكون قائما متى وجد هناك وسائل واعتداء ايا كانت الوسيله